المتتبع للشان العراقي يعلم ويرى كلما كان هناك مشكله في الوضع السياسي العراقي تنشد خلايا داعش وكانه هناك حراك من الخارج والداخل، فكان هناك حراك في بلد وفي اليوم في الرطبه صباحا وفي دياله فالحراك متمثل بحركات داعش المريبه والتي تتحرك بشان سياسي كانما يعني مرصود. فاعتقد ان الخطط الامنيه يعني باتت تكون غير مجديه في هذا الوقت لكون عصابات داعش يعني تستغل العامل الجغرافي الجبال والتلال والصحراء. العراق انتصر عسكريا لكن امنيا نعم يحتاج الى فعل استخباري جهود مكثفه هذه العصابات ربما لقيت في الاونه الاخيره بعض المعلومات تشير الى تلقي هذه المجامع الارهابيه نوع من الدعم يعني ربما جهات داخليه او خارجيه ما جعلها تتحرك مره اخرى هنا الخطط العسكريه معظمها هي لا تزال نفس الخطط العسكريه التي تعتمد على بناء السواتر والمواجهه المباشره لكن يبدو ان المعركه ليست بهذا الشكل اللي يجب ان تدار هذه المره